فنانة شهيرة حفظت القرآن الكريم وأعلنت أن الفن حرام، ترتد عن الإسلام وتعتنق اليهودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الردة في اللغة العربية هو الرجوع في الطريق والتحول عن الشيء اللي غيره، والردة اصطلاح فهي قطع المرء إسلامه بنية الكفر، ويكون ذلك بقول أو فعل أو اعتقاد أو شك، سواء كان قول الكفر استهزاء أو اعتقادا أو عنادا. فالمرتد إذن هو الراجع عن إسلامه. مطربة كويتية شهيرة اسمها الحقيقي ابتسام الحميد، صاحبة صوت مميز، انقطعت فترة عن الغناء وعادت مرة أخرى، وأعلنت بسمة الكويتية عن ارتدادها عن الدين الإسلامي واعتناقها لديانة اليهودية، وذلك من خلال فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وقالت إن أنا ابتسام حميد الملقبة بالمطربة بسمة الكويتية من دولة الكويت، أعلن تركي للإسلام، وأن الإسلام دين الإرهاب ودين النفاق الذي يستحقر المرأة ويضطهدها ويعنفها ولا يعطيها حقوقها بالكامل، وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية. وده فيديو أثار طبعا غضب كل على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الكويتيين، وطلبوا بمحاسبتها على الإساءة للأديان السماوية، وأكدوا أنها غير كويتية وكانت تسعى للحصول على الجنسية الكويتية أصولها بحسب بطاقتها الشخصية دولة إرتريا الأفريقية. اللهم ثبتنا على دينك وحسن عبادتك وحسن طاعتك، وربنا يهدي الجميع. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.